السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا في فيديو جديد، حلقة جديدة عن لعبة جديدة اسمها القناص. طبعا هي اللعبة معروف عنها، في لها 3 أجزاء سابقات، هذا الجزء شوي تعديل نزل فيه، بتعرفوها ما راح أشرح لكم عليها. لعبتها وجدا خرافية اللعبة، أنا شارككم هذا الفيديو. طبعا بالبداية في تدريبات، ما تدريبات كلها اختصرتها فورا نزلت بالجيم بلاي، اللقطات الحلوة بس حطيتها والشغلات الفاضية المهمة بالجيم بلاي تختيم اللعبة شلتها. طبعا مشاهدة ممتعة لنهاية الجيم، لا تنسى تحط اللايك والاشتراك، واهم شي تقيمني وتقيمني هاي اللعبة وتقيم ادائي بالفيديو شلون. شكرا لحسن المشاهدة ومشاهدة ممتعة. هون انا خلصت منها، تمام. هلا بنروح عندي هاي المهمة، لازم هون اخلص منها المهمة هي، خلصناها من 100%. قربنا الاسلحة، هلا بنروح المنطقة الثانية. You can manually mark waypoints on your map. They'll be displayed directly on your mask's HUD. Get there. You may need a key card to access the station. I would look for the officers. This one looks like an officer. Search him when you're done. Copy that. يلا حبي. سلام. شو الطلقات هي؟ شو؟ لا قبل شوي احلى. سيجاري ماني، سيجارة بس، سيجارة يا زلمة، معقول كل هاي العذاب بقي خير تعطيني بسيجارة بس؟ I've got the key card. Affirmative. The switcher box should be inside. يا زلمة ايش هون اوبجيكت؟ Power down. Good. The fence should be harmless now. I've marked the exfil location on your map. good طبعا لازم نروح محلنا ونحط العلاقة هذا عشان نروح نحط البيانات في كتب حالك. Stay in the area until the data is fully synced. It shouldn't take long. Update data. What the fuck? Well done, Seeker. يا خرافي. 1%؟ In the northeast. Visibility is low. I need a reference. Check your map. I sent you coordinates. The heating pipes are lit. Use them as a marker. يا الله. وين تتبلينا؟ والله لا يبغى غلط طبق كل شيء. افتش ما حدا يجي منين؟ Siberia's glorious leader is as good as dead already.
بتاعت البندوس. هل يدخل؟ اقتل هذا الجندي اول. لا 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 اكثر من هيك انا بموت. حبيت اللعبة بس بشان طلقت الرصاص. هذا مشكلة محكمة بحصاج. نفذ. كان ودي اني اقتلك. انا احاول اني اطلع بقل عدد حفلات. والله الموسيقى شوي تخوف صراحة يعني. وقت بدي أطلع الخطر. هو بدأ المبنى. أتوقع هذا ولا. Like that bastard. اهرب اهرب اهرب. اوووه الدنيا كلها حست علي. ولو اهرب استاذ. انا اساسا غلط دخلت لا بابا. انا لك شلون دخلت ما شفت الكاميرا؟ هذا لازم اخذه. في كاميرا بنت حرام كشفتني. أعلم الدنيا وأني استمعت حركتك. وين هذا ابن الكلب اللي شايفني؟ أي هذا؟ كاميرا وينها؟ Thank you.
لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.